الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. أنا ليليا بلاصفر، مساعدة استشفائية في مستشفى ابن الجزار قسم تصفية الدم. اليوم كما ترى نهار دونك احتفال بالكلوة، اليوم العالمي للكلى. هو نورمالمون 10 مارس، هو اليوم الخميس الثاني من شهر مارس، وهو يوم معناها بالأساس للتحسيس وللتوعية، خاصة اللي نعرفوا مرض الكلى هو مرض مزمن وصامت. هذه هي الفكرة اللي نحبوا نبدلوها عند العبيد، اللي أمراض الكلى تعطي أعراض وهي ما تعطي حتى أعراض. دونك هو يوم تحسيسي بالأساس. هو صحيح وغلط، على خاطر المرض الادولتشون معناها في العمر ما بين 20 و30، صعيب ياسر بار اورد دو فريكونس معناها بالإحصائيات أنه باش يكون عنده مرض كلوي. لكن فما أمراض وراثية، خاصة أمراض الحصى ولا أمراض التكيس ولا أمراض أخرى نعرفوها نحن فيها أعراض البومينة. البومينة اللي ما يعرفوهاش برشا عباد، واللي تعطي انتفاخ، خاطر البدن يولي ما عادش ينحس يصفي السوائل هذيك. هذوكم الامراض هذيك الوراثيه تنجم تظهر في عمر مش متقدم، كما معناها ما بين 20-30 سنه حتى اقل. وهذا يعود كيفاش نجموا نخرجوا من المشكل هذايا ولا ناخذوا احتياطاتنا، هو انه نعرفوا المرض الوراثي ونحكيه مع لي بارون باش يبداو يشوفوا المرض هذاك من قبل حتى ما يعطي الاعراض نتاعو. فما التونسيون، فما البوندليت اورينير معناها تحليل بوله سريع يعني بإشانتيون يحضر بالوقت، والليكورينال ساعات نجموا نعملوها في امراض التكيس، وهذا كل يدخل في اطار الوقايه. بالحق كي ترى ساعات واحد جون في 30 ولا 40 سنة وطول معناها مش حتى ياخذ الانفورماسيون تاع انه حامل فشل كلوي، وزيد فوق هذاك معناها الانفورماسيون تاع التصفيه، معناها فريمون سي ان شوك. انا نقول معناها ايكيفالون كيف ما انك باش تقول له لا قدر الله عنده كونسير ولا مرض خبيث، معناها فريمون سي ان شوك ايموسيونيل. نحن باش ما نوصلوش لهذايا، كي يبدا واحد مثلا عنده السكر ولا الدم لازم يحتاط، يكون مواكب المرض نتاعو، الدواء نتاعو ياخذه في وقته، ولا الريجيم الاليمونتير يعطيك الصحه. هذاك اول حاجه. حتى واحد مش حامل لمرض كيلكونك معناها ناكد على تنقيس الملح، معناها نحاولوا نقصوا الملح لو ماكسيموم، هذاك باش معناها لمرض ضغط الدم. والسكر زاد ما فيها باس، ناكلوا اقل سكر ممكن. كرياتينيمي اللي نقولوا نحن تحليل الكريات في الدم، هي الوسيله اللي نحاولوا نقربوا بها للوظيفه نتاع الكلاوي. هي اش تعمل الكلاوي؟ تصفي السموم. والكرياتين هي نوع من مش سموم، لكن بالطبيعه كي تكثر تولي لازمها معناها تصفيه. هي البرودوي نتاع الميسكل، العضله، فهمتني؟ فما عملية حسابية أخرى، خاطر ناخذوا بعين الاعتبار العمر والبوا معناها الوزن متاع العبد. وفما مراحل معناها متاع فشل الكلوي، فماشي كان المرحلة الأخيرة متاع التصفية، فما المرحلة الأولى الثانية الثالثة والرابعة والخامسة، والمرحلة الخامسة الأخيرة هي متاع تصفية الدم. هو قد ما يتقدم الفشل الكلوي، قد ما تكون المرحلة متقدمة، قد ما باش نكونوا بلو سيفير يعني متشدين معاه في الريجيم. معناها مش صحيح ساعة أول حاجة برشا عباد يسمعوا يقولوا هاو المرضى بالفشل الكلوي لازمهمش ياكلوا الغلة والبنان، وكل واحد عاد يقوم يهندس وحده. لا مش الكل، فما خطر أمراض كلى بالعكس تعطي معناها الأملاح تولي شوية في البدن، يعني المرض الكلوي الكلوة تولي تصفي ياسر. ف
فهمت اللي نسميوهم نحن لي نيفروباتي انترسيسيال. دونك لازم تو سامبلومون معناها المريض يسال الطبيب نتاعو طبيب امراض الكلى. هو صحيح الفشل الكلوي في مرحله اللي نقولوا الرابعه والخامسه، معناها الرابعه يعني قبل النهائيه ومرحله تصفيه الدم الخامسه، يولي لازم يبعد على كل ما هي ماكله فيها برشا بوتاسيوم. نقولوا بوتاسيوم اللي هو نوع من الملح اللي تصفيه الكلوة، هي وظيفة من وظائف الكلوة، ومخطر ياسر أنه يقعد في البدن خاطر يوقف القلب. ليجين دو في المود دو في معناها ما لازمش هذاك يعود أن يكون عندنا نمط متاع حياة سليم كما نقوله. معناها السبور نأكد على أموا معناها 30 دقيقة ولا ساعة في النهار، حتى مشي حتى للعباد الكبار. استريس برشا زادة مش وباهي. إن الأوبيزيتي والوزن لازم زايد نقصوا فيه، ويبقى الباقي معناها الرجيم أوكا باركا متاع الملح نقصوا فيه، حتى ما فيها بس حتى ما غير ضغط دم نجبدوا يدنا من الملح في الطعام. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.